تواصل القوات العراقية عملياتها العسكرية بانطلاق عملية أمنية واسعة شمال شرق ديالى، شرعت بها قوات الحشد الشعبي والجيش لملاحقة وضرب أوكار الإرهاب وإنهاء خطر تهديد داعش الإرهابي. اشتركت في هذه العملية قطعات من الفرقة المدرعة التاسعة وقطعات من الفرقة الخامسة بالجيش العراقي، إضافة إلى قوة من الجيش والشرطة والرد السريع مع فوج مهمات خاصة من قيادة الشرطة الاتحادية. خلية الإعلام الأمني قالت إن القطاعات الأمنية تباشرت بتنفيذ واجب تفتيش وتطهير السلسلة الجبلية المحيطة ببحيرة حمرين، وتقوم قطاعات الحشد الشعبي بتفتيش مناطق شمال السعدية وشرق البحيرة. وجاءت هذه العملية بإسناد جوي من قبل طيران الجيش والقوة الجوية. يستمر تنفيذ العمليات بعدة صفحات لإكمال خطة للتفتيش تهدف إلى ملاحقة بقايا عناصر عصابات داعش الإرهابية ومنع إيجاد موطئ قدم لهم وتهيئة المناخ الآمن لعودة الأهالي إلى القرى المهجرة وتأمين كامل المناطق المستهدفة. تيهان محمد، العراقية الإخبارية.